Okay, let's continue. So, frame, عم نرسم frame يعني container بقلب container. عم نعمل الويندوز الأساسية عم نحطها بقلب frame بجوات frame جوات frame. فنرسم كذا ويندوز بقلب بعض، أوكي؟ وعادي الفريم فيها نشتغل فيها كل الكوماندات اللي أخذناها قبل وكل شيء عادي، أوكي؟ فكمان في له شوية parameters، أوكي؟ example بنعمل هيدا الاكزامبل مثل عم نلعب ورق، اوكي مثل سبايدر وات ايفر. فريم 1 كانه بلاير 1 بلاير 2 بلاير 3 بلاير 4. فينا هون تعملوا جيم تلعبوا ورق فيها، اوكي. هون في باتونز او فيك تحطوا ايمجز هن الاوراق تبع الشده، اوكي. البلاير كارد فذا سيم. فهون حنعمل فريم 1 بوجه فريم 2 فوق فريم 3 تحت فريم 4. وعلى كل فريم بنحط هون تو باتونز لونهم حمر تحت بعض، بالفريم 2 جرين تحت بعض بلو تحت بعض، وهون الاسود عملتها بهالطريقه لتشوفوا كيف توزعت 1 2 3 4. كل وحده منهم استعملت، هلا حنشوف الاكزامبل، استعملنا جيومتري مختلفه، اوكي. يعني هون هذا الاكزامبل بيشمل كل شيء تقريبا. فهذه فريم حتاخذ لحالها هون، هي باي ديفولت بتاخذ حجم، كل ما احط بطل بتاخذ حجم، وهيدي بتاخذ حجم هيك تقريبا، اوكي. فهو دايناميك، هي دايناميك حسب شو حط بقلبها بتصير توسع وتضيق، اوكي. طيب حنرسم هيدا الرسمه، اوكي، يوزنج فريم. فالكوماند مثل العاده فروم تكنتر امبورت كذا روت ايكوال كذا فريم 1. فريم 1 ايكوال فريم، هالكوماند كابيتال اف لانه عاملين امبورت ستار، ما في داعي نحط تكنتر دوت فريم لانه في ستار. امبورت ستار فروم تكنتر امبورت ستار، ما في داعي نكتب تكنتر دوت تي كي او تكنتر دوت فريم، اوكي. الستار خلص وفرنا حالنا كلام، اوكي. ف فريم 1 ايكوال بيج اف فريم روت، بنحط على الروت وما نحطها على الباك سايد ايكوال لفت. هون استعملنا باك سايد ايكوال لفت، حطيناها على اللفت. فاول فريم 1 حطيت على اللفت، فريم 2 هي ذاتها حطيت على الرايت، فريم 3 حطيت على التوب، فريم 4 حطيت على البطن. كثير ايزي، فيري ايزي البايثون، فيري ايزي بالجراف. فلفت رايت توب بطن، هول كوماندات ما في غيرهم. في ميدل بعد ما في غيرهم، لفت كابيتال لفت كابيتال رايت كابيتال توب كابيتال بطن، اوكي. فهول وزع لنا اياهم يمين شمال طلوع انزل. هلا بدي احط بطنز عليهم، اوكي. هلا بحط بطن، اثنين بطن هون، اثنين هون، اثنين هون، اربعه هون. فبس اعمل بطن على فريم 1 بدي اعمل ريفرنس فريم 1، فحتكون هيك. فليبل سوري، عم نسميهم اول شيء، بدنا نسميهم، عملنا فريم 1 بنحط اسم على التايتل تبعه. فحنعمل ليبل فريم 1، ححط ليبل على فريم 1، اوكي. تكست اسمه فريم 1 دوت باك، فاوتوماتيكلي بحطه بالميدل تبع الفريم فوق. فهو اوتوماتيكلي دوت باك، اذا ما حددنا شيء بحطها ان ذا ميدل توب، على طول ان ذا ميدل توب. ففريم 1 على راس فريم 1 بالنص حينحط ليبل اسمها فريم 1، ليبل فريم 2 على كمان فريم 2 فريم 3 فريم 4، اوكي. فهون عملنا كول ليبل على فريم 1 او 2 و 3 وال 4 وسميناهم دوت باك دوت باك، حتى يصير شكلهم هيك. صار شكلهم هيك، فريم 1 فريم 2 فريم 3 فريم 4، اوكي. لهون عملنا بس الاسامي، اوكي. حد عنده سؤال هون قبل ما ننتقل؟ حد عنده سؤال؟ طيب هلا بطن، في اول فريم 1 حنحطه بطن، اوكي. بطن 1 وبطن 2 فينا ما نسميهم لانه حنضهر حط دوت باك، فينا ما نسميهم. فريم 1 عم بنحطه على قلب فريم 1، واحد اسمه ريد 1 والثاني اسمه ريد 2، والكلر تبعهم ريد وريد، اوكي. فور جراوند ريد وريد، دوت باك دوت باك، بمجرد ما دوت باك دوت باك حييجوا تحت بعضهم بالنص، تحت بعضهم بالنص. كمان على فريم 2 حطينا جرين 1 جرين 2 مثل الفوق، كمان الفريم 3 حطينا بلو 1 بلو 2. الفرق هلا بالفريم 4، بالفريم 4 بدي احط اربعه، اوكي. حطيت اربع اتومز بالفريم 4، سميتهم بلاك 1 بلاك 2 بلاك 3 بلاك 4، اوكي، ولونهم بلاك.
هون حددت بالباك سايد توب، حتى بقلب الفريم في اعمل باك سايد توب، اوكي؟ حتى بالبطن في اعمل سايد توب ولفت ورايت، وتركتها فلتين. هتركتها فلتين هتاخدها على السنتر، اوكي؟ هون حددت توب هتكون البلاك 1 هي فوق، على اللفت هتكون بلاك 2، على الرايت هتكون بلاك 3، وبالنص هتكون بلاك 4. فبيطلع هيك. لحظه، هي هي ال1 توب لفت رايت، الفور تراكتر بلا شيء بيطلع بالنص. اذا عملت لها داون تنزل نزول، فبطن تنزل نزول. فهون حسب كيف انت جيومتري عم تزعم. اوكي، واضح الفريم؟ اوكي. ليست بوكس كمان كوماند اسمها ليست بوكس، كابيتال ال على طول، كابيتال على طول، كابيتال اول لتر على طول، فيرست لتر بالويدجت على طول كابيتال لتر. ليست بوكس نفس الحكي كله ماستر اوبشن، والاوبشن تقريبا بيشبه بعضهم. هلا هون بالليست بوكس الويدث بالكاركتر، الهايت نمبر اوف لاينز، باي ديفولت بتكون 10 لاين، وبالكاركتر باي ديفولت 20 كاركتر. بالليست بوكس بتكون كاركتر ونمبر اوف لاينز. اوكي، اكزامبل دغري سريع. سميت ويندوز اسمها ليست بوكس، الليبل حطيت اسم على الماستر اسمه سم اوف ماي كورس كورسز ليست بوكس، لونتون ريد ودوت باك. هلا عم بخلق الليست بوكس، سميتها سمول ال بي وات ايفر، هون حطوا بدكم اياه. ليست بوكس كابيتال ال على الماستر ويتس 40، هي باي ديفولت 20 عملتها 40، وحطيت انسرت بقلب الليست بوكس. على لاين 1 حط لي هالكلمه، على لاين 2 حط هالكلمه، على لاين 3 حط هالكلمه، اند سو اون اند سو اون. واخر شيء من بعد ما نخلص كل الانسرت بنعمل ال بي دوت باك يحطهم كلهم بقلب بعض. فهون حددت عدد اللاينز، هو باي ديفولت 10. هون قلت له لاين 1 حط هالكلمه، لاين 2 حط التكست، لاين 3 حط البدك. اوكي، واخر شيء هو اللي نزلتهم، هو نزلتهم حيتكرروا بالكل. فبيطلع معنا هيك، حتطلع ويندوز بقلبها تايتل ليست بوكس، ليبل سم اوف ماي كورسز هون، وهيدي الليست بوكس صارت كأنه ويندوز جوات ويندوز، بس هي ليست بوكس ما لها ويندوز، هي ليست بوكس وعم تعبي الاندكس بقلبها 1 2 3 4 بالترتيب. اذا قلبنا الارقام بتقلبوا هون، بتقلبوا يعني لو هن محطوطين ورا بعضهم هيك، في حط احنا 5 2 3 1 متفق، فبتوزعوا حسب الارقام اللي حطيتوهم سورتنج، مش حسب كيف كتبتوهم هون. اوكي، فنحن كتبناهم بالتدريج 1 2 3 4 5 بيطلعوا ورا بعض، بس لو هن مكتوبين هيك وغيرتوا ارقامهم فبيقلبوا هون، بيقلبوا حسب الاندكس. هذا اندكس، هذا الاندكس وين باي رو. اوكي، واضح الفكره هون؟ اوكي، هذا اسمه الليست بوكس، حنعوزها هلا اليوم بالله. ده في عندنا منيو بطن حنقطع عنا بسرعه، تقروها انتم. ريدنج، ريدنج منيو بطن بتطلع هيك. اوكي، ريدنج. اوكي، في الى كمان فاريبل ريدنج، اذا مش فاهمين بنشرحها بغير مره. منيو كمان ريدنج، في ثلاث انواع منيو. اوكي، بتطلع منيو فايل نيو اوبن، هذا الكوماند تبعها فايل منيو، منيو منيو اسمها فانكشنز منيو، بتعمل لك الطريقه عشان تعمل نيو فايل اوبن فايل اكزيت، فبتعمل سب منيو بمنيو. هذه اد كاسكيد، هذه هي. اوكي، هون عم تزيد السب منيو، اد كوماند فايل منيو، اد كوماند، وبنسميهم في كوماندات، كل وحده تفتح فانكشنز، كل وحده تفتح فانكشنز. اوكي، هل سب منيو تخلق منيو، وهي سب منيو. اوكي، روهم ريدنج، ريدنج. اوكي، كونفكس تبلش نرسم جرافز او جرافيكال اوبجكت 2 دي على مثل كات تول وات ايفر. اكزامبل كمان الاوبشن كيف نرسم لاين، هذا في رسمه قبل، لا تنرسم لاين ما نخلق اول شيء اسمه كانفاس. اوكي، بنعيط له للكانفاس، بعدين بالسندكس يقول له كانفاس دوت كرييت لاين اندرسكور لاين، نعطيه اول بوينت كوردينيت لاول بوينت، كوردينيت لثاني بوينت، وبوصلهم مع بعضهم. فاكس 0 واي 0 هي لفيرست بوينت، اكس 1 واي 1 لسكند بوينت، وبوصلهم هو لحاله مع بعضهم لانه قلنا له كرييت لاين. ف في اوبشنز فيل كلر ويدث والداش وات ايفر،
بيطلع هيك. فهيدي اسمها كانفاس، هيدي هلا الباك جراوند صفرا هون كانفاس، هيدي البوينت هي اكس 0 على طول بياخذ من اللفت توب 0 0 هي فوق مش تحت، بالرسم بالبايثون من فوق 0 0 من فوق 0 اكس 0 واي من فوق، هيك الاكس 100 كاركتر وهيك الواي ينزول، فالواي حتكون البوزيتيف فاليو للواي هي ينزول، البوزيتيف فاليو للاكس هي رايت، فبلش السنتر تبع الاكسس تبع الكونفكس هون 0 0، فهيدي اكس 0 هي 100 واي 0 هي 50 فبينزل نزول. فها اول بوينت. ثاني بوينت اكس يكون 200 واي يكون 150 فبيرسمهم لحالها. اوكي واضحه هون؟ كلير؟ انتوا معي؟ شباب صبايا ايه دكتور معك واضح. انا ماشي بسرعه ماشي بسرعه لانه بدنا نخلص كثير. اوكي بدنا نفوت على الداتابيز بعد شوي. فهون على السريع تنعمل هذا الكود، هذا الكود تبعه مثل العاده تنكد هون حنعيط لكانفاس، بنعيط له كانفاس كابيتال سي، حنخلق كانفاس مثل فريم كانفاكس على الروت، باك جراوند ديالو اوبشنال، هايت ويدث 250 250 وباك. هلا بقلب الكانفاس بدي اخلق شيبس، فالسي هي اسمها سي هون سي دوت، بطل تروت بطل عم نعمل على الروت، عم نعمل على الكانفاس على السي، الكانفاس هو على الروت، فالكانفاس محطوط على الروت بينما الشيبس رح نعملهم محطوطين على الكانفاس سميناها سي. فسي دوت كرييت لاين، اول لاين اكس واي، اول بوينت سوري اول بوينت اكس واي، ثاني بوينت اكس واي، اوبشنال اوبشنال له فيل بلو لونها زرقاء وسمكها السماكة 3 3 بيكسلز، فالكالر تبعها بلو والويتس 3 مثل ما طلعت معنا الرسم قبل شوي. واخر شيء بننهي على طول هذه اوبشنال جيومتري روت دوت جيومتري 400 400 بس لنحدد حجم الويندوز بس مش اكثر من هيك، لانه اعطيناه 250 250 المفروض اعطيها اكثر. اوكي فبيطلع معنا الرسم هذه. عندنا كثير ايتمز تايب، في ريكتانجل هيك الكومنت تبع الريكتانجل مثل مثل اللاين هي ذاتها، فيرست بوينت سكند بوينت دايجونال، هون هون بتعطيه دايجونال، هون فيرست بوينت سكند بوينت دايجونال هو لحاله بيرسم ريكتانجل او سكوير. اوكي اوفال نفس الشيء دايجونال، بوليجون بتحدد له كل نقطه اولى ثانيه ثالثه رابعه خمسه، واخر شيء بوصل الاولى بالاخيره، ترسم له نقطه اولى فيرست بوينت سكند بوينت ثيرد بوينت فورث فيفث، اخر شيء بيوصل بس خلص بس يعرف انه خلصت، بيرسم بوصل البوينت الاولى بالاخيره، فبكون وصل الاولى بالثاني بالثاني بالثالثه الثالثه الرابعه وصل الخامسه، اخر شيء وصل الاولى بالخامسه. اوكي ف في ارك اوكي بيمشي كلوك وايز، وفي هول اوبشن الاوبشن هلا ما حفوت فيهم. اوكي كمان الارك تعطيه اكس 1 اكس 2 فهو بياخذ الادجز تبع الارك، في ايمج في حط ايمج في حط ايمج، هون الايمج اللي بتحطوها بتحطوها بالفولدر على سيم ليفل تبع البروجكت فولدر بالبايثون، بتحطوا صوره دوت بي ان جي مش جي باج، جي باج ما بيقرا الى طريقه الى كود ثاني اللي يقرا جي باج، هذا الكود السهل بي ان جي. اوكي وبي ام بي وبي ان جي، بي ام بي بتمشي والبي ان جي بتمشي، جي باج ما كانت تمشي الا بطريقه ثانيه. فبتعرف فاريبل اسمه ماي ايمج ايكوال فوتو ايمج، هذه كوماند فوتو ايمج، والفايل ايكوال اسم الفايل اللي انتم حطيتوه بالسيم ليفل محل الفايل البايثون على نفس الفولدر، والا بتعطيه الباس، والا بتعطيه هون الباس سي ماي دوكيومنت وات ايفر. اوكي كرييت ايمج كونفكس دوت كرييت ايمج، وين ببلش طرف الصوره؟ تعطيه اول بوينت ستارتنج بوينت، فيك تعطيه 0 0 ببلش براس الكونفكس هون، وين ببلش راس الصوره وبياخذ لحاله، هذه كوماند ان دبليو تنزل از از تنزل تاخذ اول بوينت، فبيطلع معنا هذا الشكل. اوكي بيطلع معنا هذا الشكل، هو كل الكوماندات اللي اخذناهم ورا طبقناهم بكود واحد وعيطنا لصوره. اوكي بيطلع هذا الشكل، هذا بوليجون ريكتانجل لاين سنيك ارك اوفل وصوره. اوكي فهيدا فعليا نفذ، فهذا الكود تبعه ماي ايمج، بلشنا كونفاس سي ايكوال كونفاس روت باك جراوند، هون عملت هايت والويدث 600 600
my image equal photo image classroom.png same folder. هون حطينا حط الصورة 00 00 يعني حطها على الطرف من فوق، بلش فيها من فوق وبتفتح لحالها على السايز تبعها. اوكي، وفي اوبشنز هون تعطيها ويدث وهايت، تحدد لها انت تعمل لها كومبرس، فيك تحدد لها 100% بتزم. اوكي، في اوبشنز هون بالاوبشنز كمان ويدث وهايت، فبتعطيها 100% فبتصغرها للصوره او بتكبرها او بتصغرها. اوكي، تركتها مثل ما هي بتطلع صوره قد ما هي هي الاصليه. هون كريت ريكتانجل، اول بوينت ثاني بوينت ولحاله بعبيها اوفل لاين. هون في اوبشن فاريبل كوردينيت، اول نقطه ثاني نقطه ثالث نقطه، نحطه بوليجون، فينا نستعمل هالفاريبل، فينا نحطهم كلهم جوا، فينا نعرفهم بالفاريبل نكتبهم فوق ونعيط للفاريبل اند سو اون. اوكي، فبيطلع معنا هذا الشكل. اوكي، هذا الكانفاس بيطلع هذا الشكل. اوكي، راديو بوتوم مثل التشيك بوتوم. اوكي، بس في اوبشن ثاني بس تنقيها بتعطيك كوماند او شيء. اوكي، هذا الكود تبعه راديو بوتوم مثل الاداه، في اوبشن 1 2 3، في فاريبل وفي كوماند. التشيك بوتوم في فاريبل بلا كوماند، بلا كوماند، هونيك ما في كوماند، هون في كوماند، يعني هون بس تعملها تعمل شيء. هول كله كوماند، هون عرفنا فانكشنز بتقول لك رقمه، بتقول لك رقمه اوبشن 1 2 3 بس نقي 2 بقول لك سلكت 2. فهون كل الكوماند عيطنا على نفس الفانكشن، بس فيها تكون كل وحده تعيط لفانكشن ثاني. اكيد كل راديو بوتوم بعيط لفانكشن ثاني. اوكي، بس هون بهالاكزامبل كلهم عيطوا على نفس السلكشن، هو سلكشن وسمينا سلكشن يو سلكتد ذا اوبشن كونتينيشن مع سترينج var دوت جت، حسب شو نقى الفاليو 1 2 3. هون في فاليو 1 2 3، نقى هيدي الفاريبل، نقى الاولى اخذت الفاليو 1 جت فاليو جت شار، يعني كانك عم تقول له جت كاركتر هون او جت فاريبل، فصارت 1 حط لي يو سلكتد ذا اوبشن 1 و 2 او 3. اوكي، فنفس الطريقه. اوكي، نحن اخذنا بسرعه 10 من 19. هذا لينك بتفوتوا عليه مع اكزامبلات التانيين اللي ما شرحناهم، بفوت على التانيين. اوكي، هذا اللي حابب يفوت جي او اي اكثر. اوكي، هلا حنفوت ابلكيشن سريعه. حد عنده سؤال بالقبل؟ جود. هلا حنفوت ابلكيشن سريعه، كيف نعمل هالجيم الصغيره، نكبس هالكبسه. اوكي، بس نكبس على الرول دايس، تفتح تعمل شفلينج لدومينو رقم ثاني. اوكي، فهيدي سمول جيم صغيره، ابلكيشن صغيره عملناها بالجي او اي. اوكي، فاول شيء بدنا نجيب رسمات ونعمل البطن ونعمل كوماند انه يعمل شفلينج للايمجز ويعطينا اي ايمج اجت. اوكي، فهالايمجز ارقامه ما نحطها بليست، بليستا. اوكي، ونعمل راندوم للليستا. اوكي، ف الكود تبعه ما حفوت فيه بسرعه، حفوت فيه سوري حفوت فيه بسرعه. اوكي، اول شيء بنجيب الصور edit all the images to be the same dimension. اوكي، example هون 220 pixels 220 pixels. put all images inside your project folder على نفس الليفل، على نفس الليفل. اوكي، فيك تحطه على غير ليفل بس بصير تعطيه انت لينك، بصير تعطيه انت باث تبعه. اوكي، create your python file in the same folder, write your code, enjoy your first GUI application. اوكي، ف هذا الكود بعدنا اول شيء العادي. هون عملنا ليبل هلو وما بعرف شو كوم 215 student كذا كذا كذا. هون في نحط فونت، نحدد الفونت سايز، كله اوبشنال، هون كلياتهم اوبشنال، بس التكست فيك تحطه والباقي الكالرز والفونت هول اوبشنال. هاي ليبل 1. هلا هون سميت اسامي الايمجز هيك اساميهم، داي 1.png داي 2.png دوت 3 داي 3.png كلهم، هو اساميهم، هو اساميهم فقط اساميهم. حطينا ليستا، ليست سميناها دايس، ليست كل اليمنت بالليست هي اسم وحده منهم. اوكي، وهون اجباري تحط له الباث الاكستنشن تبعه دوت بي ان جي، اذا حطيته بلا دوت بي ان جي ما بتفتح الصوره. وهون راندوم نستعمل لايبرري اسمها راندوم فور، امبورت راندوم فور. اوكي،
فان variable ان equal random dot choice dice على هالليستة. فهي باي ديفولت سوري مش باي ديفولت راندوملي بنقي وحده من هو بقلب الليستة راندوم. اوكي فسميناها ان. هلا نرجع لورا ماي ايمج ايكوال فوتو ايمج فايل ايكوال ان. فالفايل ايكوال وحده من هون. اوكي فراندوم عم تطلع هاي هي. فبتعمل بطن يعمل كول يغير الان. هلا to display the first image when you open the application قبل ما تكبس كبسه بدي يطلع صوره. ف insert image inside label نحطها بقلب label. ف label 2 هلا label root image equal my image. فينا بالليبل نحط ايمج وفينا بالليبل نحط تكست. الليبل فينا نحط لها تكست وكلرز وباك جراوند وفونت وفينا نحط ايمج. فليبل 2 ايكوال ليبل بيج ال روت ايمج ايكوال ماي ايمج. اوكي هون هيدي تكرار هون بدها تكرار مش تثبت الايمج. كمان ال2 دوت ايمج ايكوال ماي ايمج وال2 دوت باك هو اجباريه لتثبت هالصورة. فهون اول ما فتحنا الابلكيشن حيعطينا ماي ايمج. ماي ايمج بالكود اللي قبله ماخدي ان والان هي راندوم يعني حيلا وحده حتطلع حتطلع حيلا وحده منها ما بنعرفها شو هي. اوكي واضح لهون لهون واضح. نجي هلا ما نعمل فانكشن للبطن. Unlike C, C++ و Java, بالبايثون you can write your functions anywhere. هون بالبايثون حسنات البايثون تكتب function وتحت البطن. ففيك تعمل functions بالنص أو بالآخر. فdefine function rolling dice colon ونكتب functions. هون عم أجي أعرف M equal random dot choice dice. Okay. My image 2 هلا. Okay. واحدة تانية equal photo image file M. بدل ان صارت ام عم ناخذ وحده ثانيه هون لانه عندنا ليبل هي عم تطلع الصوره في قلبها. هالصوره هي الليبل الصوره حطينا جوات ليبل اسمها 2. فهون ال2 دوت كونفيجر فهون بس نعمل كبسه يعمل كولينج للرولينج دايس حيفوت ياخذ فاليو ام جديده من الليستة وينقيها كصوره ونعمل ابديت لهيدي الايمج. فال2 دوت كونفيجر كونفيجر للال2 فكانه عم بعمل ابديت لهالصوره لهيدا الليبل 2 ايمج ايكوال ماي ايمج 2. فغيرنا عملنا ريبليس الصوره القديمه بصوره جديده واكيد بنرجع بنعيدها نفس الحكي هول الثلاثه. اوكي واخر شيء بنقول له بوتوم بي ايكوال بوتوم روت كذا 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 باك. هون الكوماند تبع البوتوم شو رولينج دايس. بس نكبس على البوتوم بروح على الفانكشن. الفانكشن بتعطينا ام جديده والام جديده بتعطينا صوره جديده والصوره الجديده بتعمل ريبليس على الصوره القديمه بالكونفيجر. فالتوتو كونفيجر بيعمل ريبليس على القديمه فبيطلع معنا هذا الشيء. هذه ليبل 2 هذه ليبل 1 هذه ليبل 2 وهذا البطن. اوكي اوكي طيب نيجي هلا على السريع. اذا هالخمسة بدي اطلع تحت رقم 5 هاتنين تحت رقم 2 شو بنعمل؟ ابديتنج ذا كود to show the corresponding number from the image. فهذا ال2 بدي طلعها هيك اذا كبست عليها 4 يطلع 4. عندكم فكره كيف نعملها هيدي؟ display the number inside the image. هون في 4 يطلع 4 هون 2 هون يطلع 2. يلا حدا عنده فكره كيف نعملها بس هيك كفكره يعني كفكره؟ هل يا ترى بايثون حيعمل image processing ويقرا الصوره فيها 2 دوت؟ هلا ترى حنعملها هيك؟ هلا معقوله هيك؟ شو هو اسم الفايل حسب ال هذا كم دوت فيها؟ برافو عليك حسب اسم الفايل برافو عليك. بس شو بدي نقي باسم الفايل؟ هو طويل اسم الفايل اسمه dice2 او dice3.png. فشو بنعمل؟ برافو عليك مريم حسب اسم الفايل. بس شو بنقي من الفايل؟ بنفوت مثل array بنفوت على index. اوكي برافو عليك مريم. ف will make it a trick to read number from the image. هي اكيد مش حنقرا من صوره اكيد ما عم نقرا من صوره هي كذبه نقرا من صوره. هون هي فعليا زدنا على نفس الكود اللي قبل زدنا هون list 1 هي empty list. لما نحط list 1 plus equal n بيعمل appending string يعني الكلمه الn
الان هي هون وين الان هي random choice example هون اخذنا example die2.png اعتبروا انه هو randomly نقى die2.png فالان هي هذه الكلمه كلمه فلما نعطيها هالكوماند list1 فاضيه بنعرف ليستا فاضيه وبنعبيها ب plus equal هي اسمها appending string شو بصير هذا السترينج ان يلي هو die2.png يوزع كل حرف منه element كل حرف منه element هذه command اسمها appending string to list بلكتشر 8 حبعث لكم كل اللكتشرات بفولدر معين بلكتشر 8 شرحها مع examples كتير plus equal فالكلمة لما تحط list 1 plus equal كلمة text on text أو كلمة أو whatever فأوتوماتيكلي بيعمل appending على الليست الفاضية وبيحط كل حرف لحاله كل حرف صار element كل حرف صار element حتى النقطة النقطة element 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 نحن هون بدنا نحتل عليه نقرأ هيدي ال 2 فكله ما بهمونا بهمنا ال 2 و 3 و 4 و 5 هون بأي position 0 1 2 3 بposition 3 لأنه بلش 0 فالليستة 0 الاندك 0 هو أول element ال 1 تاني element 2 تلت element 3 رابع علم اوكي فليست 1 3 هي 2 صح واضح هون واضح عند الكل اوكي هذه كوماند هلا حطيناهم كلهم كوماند فنفس الكود اللي كان قبل زدنا عليه ليست 1 ليست 1 بلس 1 ايكوال ان لهيدا اوكي خلقنا بطن اوكي واضح خلقنا ليبل 3 هون ليبل 3 هي اللي تحت label 3 root text من هي list 1 3 list 1 3 يلي هي round number 2 فهي by default example احنا هون عم هون by default اذا نقى مش سوري randomly نقى die 2 فحتكون list 3 list 1 3 هي number 2 او number 4 او number 3 whatever فهون label 3 اجي تحت البطن تحت البطن رقمه text هو list 1 3 والباقي optional وحطيتها هون L2 pack side button حتى يكون تحت حتى نضمن انه تطلع تحت هلا كبسنا كبسي هون بالكوماند rolling dice في functions هون هلا بالfunctions حنعمل ليستة جديدة مثل قديما كل شيء جديد M2 كذا كذا ليستة جديدة فبيطلع هيدا الكوماند تبع جديد يلي هو مثل القديم هو ذاته القديم اللي كان قبل نقي صورة جديدة نقي من الليستة من الليستة رقم جديد حط صورة وعمل الابديت للفجر هو اول وحدة القديمين ليبل 2 غير الصورة هون بده غير الرقم تحت الصورة فنقاها فوق الام عمل لها اباند على ليستة 2 وعمل كونفجر بالليستة 3 عمل كونفجر للليست 2 3 فبيعمل ابديتنج للتكست بهالمرحلة بالتكست no need for reference للتكست ما في ما بحاجة نعمل له reference للإيمج بدأ ريفرنس للكونفيجر للإيمج بدأ إعادة للتكست ما بحاجة أوكي إيمج بدأ التكست ما بده فهون ليبل 2 هون ليبل 3 فبهالحالة بس كنت فعليا عم بيقرأ على ليستا 3 أو رابع حرف أو رابع حرف أوكي أوكي هلأ كيف نحول البايثون فايل لاكزيكيوتابل فايل لدوت اي اكس اي اخذتوها شرحوا لكم اياها الو الو لا دكتور لا ما شرحوا لكم اياها كيف تحول دوت بي واي لاكزيكيوتابل فايل بس دوت اي اكس اي يعني ما عادش بحاجه للباي شارب يعني من بعد ما تحول هالجيم الصغيره هالجيم الصغيره او حيلا صارت هيدا دوت اي اكس اي بتاخذها محل ما بدك ما بحاجه لشيء اوكي ما عادش بحاجه لشيء تاخذ هذا الفولدر دوت اي اكس اي بقلب الصور بس الصور مع الفولدر مع الفايل دوت اكس اي والصور وبتاخذها على حيالة كمبيوتر ما بحاجه يكون نازل عليه بايثون بالاساس هذاك الكمبيوتر فصارت اكزيكيوتابل فايل اوكي صار بروجرام فكيف نحول دوت بي واي لدوت اي اكس اي في كذا ستيب على السريع حفوت فيهم حفوت فيهم على السريع اوكي step to create كذا كذا اوكي في شيء اسمه باي انستولر باكج لتنزل باي اكسبلورر باكج بدنا add python to windows pass في اول step
بالويندوز تبعك بتحط بالويندوز باس بتحط البايثون. ستاب تاني تفتح كوماند ران از ادمنستريتور، اجبر الكوماند برومبت تكون ران از ادمنستريتور، وتعمل انستول للباي انستولر باكج. بس اول مره تبغى هذا الشيء اول مره بس، خلص الفايل الثاني والثالث خلص ما عادش بحاجه لهم. فاخر شيء بتسيف البايثون سكريبت از سيم فولدر اوف ايمج، وبتفتح تعمل كريش. اوكي هنعملهم كلهم بسرعه. واخر شيء رن فاد بايثون تو ويندوز باس. انتوا عم تنزلوا بايثون وان انستول باي تشار بالايزي ميثود، انتوا عم تنزلوا او مانيوال ميثود الاصعب. فبالايزي ميثود انتوا عم تنزلوا في كبسه هون بتقول له اد بايثون تو باس، انتوا عم تعملوا انستول للباي تشار، تعملوا كليك لهيك. اوكي ها ابسط شيء بتوفر عليك هون. هلا بتشوفوا عذاب كتير، نسيتوا تعملوها وعملتوا انستول للباي تشار ونسيتوا تعملوا الاد، للاسف في ستبس طويل شوي لتزيدوا بايدك، او تعمل ري انستول وتعملوا باس بحسها اسرع ما تعمل هول ستبات. ستبات لتحط مانيولي اد بايثون تو ويندوز باس ستبس كتير سائلين. بتفوت بروبرتيز على الديس بي سي، هون عم فوت ويندوز، هلا عم شغل ويندوز هون. رايت كليك على ذيس بي سي، نعمل بروبرتيز ادفانس سيستم سيتنج. اوكي ادفانس بنفوت انفايرمنت فاريبل، نكبس على انفايرمنت فاريبل. اوكي هنلاقي باس هون. اوكي ما موجود باس تبعكم، ما موجود بنعمل نيو، نعمل نيو. اوكي هو هيك لازم يكون، ما كان موجود اكيد مش مهم. اذا مش موجود البايثون هذا بنحطه، تعمل نيو. اوكي وبتجي تعمل مره ثانيه نيو. اوكي مرتين نيو، بتجي تعمل مره ثانيه نيو. وهذا هذا كله بدك تجيبه انت. كيف بدك تجيبه؟ لتجيبه في عندك ابلكيشن وسكريبت محل ما نزل. اوكي بينزل باليوزرز باسمك بابلكيشن داتا باللوكال بروجرام بايثون في الفولدر 39 والسكريبت. فبتزيد له هالسطرين، هالسطرين تاخده من الويندوز. اوكي يعني انت هلا الباي تشام تعمل عليه رايت كليك، يعني شوفوا كيف بس السرعه. هذا الباي تشام رايت كليك عليه وين نزل، مش هتاخده الباس يعني بينعلق. تعمل open file folder location folder location، بيعطينا الوين نازل الباي تشار، بتاخدها كوبي بيست تحطها هون. ما بده يفتح هلا، ما بده يفتح. اوكي اوكي هلا بيفتح يمكن معنا. اوكي فبنزيده بنحطه بايده، او تعمل ري انستول للبايثون وريح راسك حطها اد. اوكي هلا ستيب 2 بنفتح الكوماند برومبت ران از ادمنستريتور ونكتب هذه الكوماند، نعمل ابجريد للبيب بايثون ماينس ام بيب سبيس بيب سبيس انستول سبيس داش داش ابجريد بيب، بنكبسها بنعمل ابديت للبيب اول مره، هذه مره واحده بس. نرجع من بعد ما نعمل ابديت بنعمل بيب انستول باي باي انستولر. اوكي مره واحده هذه بس اول مره وبعدين خلص. اوكي وانت لما تكون محفظ الصور بالفولدر تاخذ الباث والمحفظ الصور، تاخذ هذا الكوبي لتفوت على الدوس تحطه وتكتب هالكوماند تحول. في طريقتين، في طريقتين تحويل مع كوماند اوتبوت ومع ويندوز. اوكي جربوهم. او اوكي بيخلق معنا من بعد نحولهم، بيخلق معنا فولدر جديد اسمه ديس ديس ديست. اوكي اوكي بجواته تفتحه، جواته في دوت اكس، جواته في دوت اكس. ففي طريقتين، يا بتاخذ الصور كلهم تحطهم جوا كوبي منهم تحطهم جوا تعمل له ران، او الفايل اللي جوا تحطه برا. اوكي هذا الدايس 2 دوت اكس اي بس فوت عليه، يا بتشيله كوبي تحطه حد الصور، لانه الصور احنا حطيناهم باس بالباس حطيناه على السيم ليفل، ما حطينا باك سلاش. ف
اذا اعطيك ايرور هذا كل الحكي نزل فيجوال سي بلس بلس. اوكي او فوتوا على هاللينكات، في ابلكيشنز هي بتحول لكم اياها وريحوا راسكم، في ابلكيشنز هي بتحول. بس مش عم بقول لكم هالطريقه اسرع، هالطريقه من بعد ما هول الخطوات تعملوها بس كل فايل تحوله تكتب وحده من هو، بس بتكتب وحده من هو باي انستولر وان فايل سبيس اسم الفايل تبعك دوت بي واي. اوكي تكتبها هون with command output. اذا انت بالبايثون في كوماندات برنت وغيرها تطلع على الدوس، بيطلع شاشه سوداء وحده وبيطلع الاوتبوت عليه. اوكي or without command prompt black screen، بلا شاشه سوداء فيك تقول له ويندوز، بس بيطلع ويندوز هون، بتزيد كلمه هذه ويندوز نفس الفايل الكوماند فوق داش داش ماينس ماينس ويندوز دايس 2 بطل تطلع الشاشه السوداء. اوكي فتو اوبشنز هون، فانت اول خطوه تعذبوا فيهم، بعدين بس تعطي كول لكل فايل تبعك فايل. اوكي في سوفتورات اكيد كثير، في سوفتورات على الانترنت هو هوت نيم منهم، فيكم تفوتوا تنقوا الفايل فروم تو بحول لكم اياه هو، بس بدهم سيتنجز اول مره كمان بعذبوكم، كمان هو بعذبوكم اول مره. فلقيت انا الدوس بما انه هذا عم يعذبك اول مره لتعمل له كونفيجريشن، وهذاك بده يعذبك اول مره، فاول مره حسيت الدوس اسرع، انا حسيت الدوس اسرع. اوكي هذه اكزامبل خلصنا، احنا شرحناهم بسرعه. باسورد جنريتر، اوكي بنعمل باسورد جنريتر، في شيء اسمه جوين، خلص انا حقطع لنا بسرعه ويعمل جوين، بعدين حطيت كاركتر، هول الكاركترات ارقامهم لكل سمبول، اذا بنعمل نحن باسورد ات وهالقصص سمبولات. اوكي فبنعمل راندوم. اوكي بنعمل باسورد جنريتر مثل هيك من 8 كاركتر، 2 ابر كيس 2 لور كيس 2 ديجيتس و2 بونتيكيشن ساين. اوكي فهذا الكود تبعه. اوكي في شيء اسمه كاركتر راندوم راند انت، فنقى من هذاك التيبل اللي حكينا عنه 65 ل 90، هذا التيبل هون 65 ل 90، وين ال 65 هون 65 ل 90 هيو هاي 65 ل 90 نقى هذا الرقم. اوكي ف 65 ل 90 نقل اي بي سي للزد. اوكي هذه كابيتال لتر، 97 لل 122 سمول لتر، للسمبولات 32 مثلا لل 43 وات ايفر، او 2 او 61 او 62 ل 64 مثلا اذا بنقي هو او بنقي هو، فهو كود هون بنحطه هون. فعرفنا فاريبل اسمه ابر كيس لتر 1 يلي هو كاركتر راندوم ياخذه من راندوم راند انت، هذا راند انت ياخذ رقم عشوائي بين 65 و 90 تيطلع كابيتال لتر كابيتال لتر سمول لتر سمول لتر ديجيت ديجيت سمبولات، واخر شيء بتعمل له كونكاتينيشن، وفي شيء اسمه شفل وبيعمل لها شفلين. اوكي في هون كوماند جديد عليك. اوكي فبيطلع هذا الكود. اوكي بتكبس عليها بيخلق لك باسورد جديد. اوكي وهو اللينكات اذا تشوفوا ابلكيشنز جاهزه مع كودا مع كل شيء، هو اللينكات. اوكي فهيك خلصنا البايثون كاملة. هلا باللاب 3 حنبلش دغري اللاب. اوكي بدك ترتاح خمس دقائق او دغري بنبلش، شو بدكم؟ ترتاح خمس دقائق ما سمعت